خوتي، احنا كنتواجدوا الان في تافوغالت، غادي نتكلموا ان شاء الله على التغييرات اللي وقعت هنايا في تافوغالت بالنسبه للناس اللي كانوا يبيعوا هنايا، الباعه المتجولين والناس اللي كانوا يبيعوا هنايا العسل واملو والزيتون والاعشاب، راهم تنقلوا للسويقه. ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا ديك السويقه اللي هيها باش نعرفوكم على المكان الجديد. راهم نقلوهم هنايا هذا المكان باش تشوفوا الاجواء. السلام عليكم. لا ها هو الزيتون ديال تافوغالت، تبارك الله، صلى عليك رسول الله، اللهم بارك. ها الخير تبارك الله ديال مولانا، اللهم بارك وزيد في ذلك. اللوز يعقوبي عبد العزيز، شوفوا التصميم تبارك الله اللي داروا هنايا، دار السقايه الجديده، اللهم بارك، شي حاجه تبارك الله اللي زوينه. هنايا داروا الطواليط، ومنا يسقيو الرجال، ومنا يسقيو العيالات. خوتي، حنا كنتواجدوا الان في تافوغالت، غادي نتكلموا ان شاء الله على التغييرات اللي وقعت هنايا في تافوغالت بالنسبه للناس اللي كانوا يبيعوا هنايا، الباعه المتجولين والناس اللي كانوا يبيعوا هنايا العسل واملو والزيتون والاعشاب، راهم تنقلوا للسويقه. ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا ديك السويقه اللي هيها باش نعرفوكم على المكان الجديد اللي تنقلوا فيه هذوك الناس هنايا اللي كانوا يبيعوا المواد الطبيعيه. راهم نقلوهم السويقه اللي هيه، وداروا واحد السقايه جديده، غادي نمشيو الله نمشيو ان شاء الله نشوفوها. اذا هذه هي الاجواء ديال تافوغالت كما كتشوفوا. شو نشوفوا السقايه القديمه ديال تافوغالت، بالنسبه للسقايه الجديده غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوها. راهم داروا واحد السقايه جديده ليها، ها هي. بالنسبه هنايا ما بقاوش الناس كيبيعوا هنايا، راهم رحلوا كلشي لهيها للسويقه الجديده. كلشي رحل للمكان الجديد ديالو، غادي نمشيو ان شاء الله نشوفو داك المكان. ميمون الاختصاص ديالو الفخار، اللهم بارك وزيد في ذلك، هنا في السويقه ديال تافوغالت كما كتلاحظوا، الحاجه اللي بغيتوها كاينه موجوده هنايا وبالثمن المناسب. ها هما الطواجن تبارك الله، الطواجن عامرين ولا خاويين؟ الله 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 الله. شحال يدير الطاجين؟ شحال يدير؟ الكبير 60 درهم. الكبير 60 درهم والصغير 30 درهم. 30 درهم. اوي اي شوف 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 هذه، شوف الله 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 الله. تخيلوا معايا هذه تكون عامره بداك الشيء ديال اللي كيشهي وتحل هكذا، با 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 با. شي كويره ديال الكفته مع شويه ديال لاصوص، ايوا الخبار في راسكم. عليكم تبارك الله عليكم اسيدي، مبروك عليكم اسيدي بالتوفيق. شنو عندنا هنايا؟ كاين دير نشوف. الحمد لله. يا يا داك الشيء تبارك الله يشهي ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. وكاين حتى البراد تبارك الله، انتم تشوفوا الاجواء ديال تافوغالت كما كتشوفوا. نمشيو نشوفوا السي حسن. السي حسن تبارك الله عليك، الله يحفظك اخويا. سيدي مبروك عليكم، مبروك عليك. اي 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 الاختصاص ديالك وهو الطواجن وفطور الصباح. اللهم بارك، البرارد والخبز ديال الدار تبارك الله، هانتوما تشوفوا. انتوما السياح. اللهم بارك، ها الخبز ها القراشل. الطاجين محطوط. الله 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 الله. الطاجين محطوط. اللهم بارك السي حسن، الله يسخر لك اخويا. الناس راهم عاد كيستعدوا، هانتوما تشوفوا كاين اللي مازال ما حل. هذه الاجواء ديال تافوغالت، هنا فين نقلوهم للسويقه هنايا. السلام عليكم. تبارك الله عليكم، كي داير لاباس؟ كلشي بخير؟ اسيدي مبروك عليكم. ما بقيتوش في السقايه اللي لهيه. راكم دابا هنايا في السويقه، ها انتم شوفوا راهم نقلوهم هنايا لهاد البلاصه هادي تبارك الله. غادي ان شاء الله نديروا واحد الجوله خفيفه باش تشوفوا الاجواء كي دايره. نشوفوا عمي رشيد. السلام عليكم عمي رشيد، تبارك الله عليك. اي 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 اسيدي مبروك عليكم، مبروك. الله يبارك فيك عمي رشيد، ها هي تبارك الله عليك. يبارك فيك خويا، لاباس عليك مزيان، امور هانيه. مرحبا بك، الله يحفظك. هانيه شويه تبارك الله، الحمد لله. هذاك الشيء هذاك الشيء تبارك الله طبيعي، كل شيء طبيعي خويا. اللهم بارك. ها المرمز، المرمز كاين، الروب كاين، تشيشان. الله 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 الله، شي كاين الحمد لله، كل شيء موجود. النبت ها انتم تشوفوا. املو، املو اللهم بارك. وكاين الباكور، ها هو ديال البلاد هذا. الله 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 الله،
تبارك الله نصلي عليك على رسول الله اللهم بارك. والشبيخ يا خويا نشوف شوفوا العسل العاود يا سلام العسل الحر منتوج ديالي هذا منتوج هذا ديالك انت كت منتوج اخويا ديالك تبارك الله ها منتوج حقيقي هذا يعني ديال 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 الجبح بلدي هذا الجبح البلدي بلدي شحال تحسب له هذا كيدير 30000 فرنك 30000 300 درهم 300 درهم لا بغيت نقص ديال من اش من نوع هذيك فيه الصبرا ازير الخروب فلي والعرعار يعني تشوت فلو يعني بارك الله شنا وشنا املو ياك هذاك املو ديال اللوز هذاك اخويا بارك الله صلى الله عليه وسلم هذا واش قلت لي هذا هذه ديال الخروب خاصه هذه ديال الخروب شحال تحسب لها هذيك دير 25000 فرنك 25000 هذه ديال الليمون ديال البرتقال هادشي المنتوجات ديال هذا العام ولا كيفاش واش ديال هذا العام اخويا واش ديال هذا العام ديال الشهر وهذا داك اللقاح ياك داك حبوب اللقاح حبوب اللقاح وهذا زعفران الحر لا زعفران الحر هذا زعفران الحر تيلي وين هذا تيلي وين اش من منطقه هذا يعني واحد ديال اكادير ديال اكادير ها هو هو الرقم ديال سي يعقوبي اسامه وكذلك يعقوبي السي رشيد اللي راه معنا حاضر مرحبا ها هو اللي خصو شي حاجه ديال العسل ديال المهم اي حاجه يتصل بالرقم ويتصل بالرقم وكاين بزاف ديال المنتوجات يعني هالعشوب كاع حدود ديال البلاد هادشي كامل ديال البلاد البلاد هادو كاملين هادشي هذا ديال البلاد تبارك الله منتوج يعني محلي ما يعني العشوب كلشي اللويزه الزعتر الشيح الازير العرعار الخزامه ماء الورد مع الورد هذاك شا وزين هذاك كنجيبو شحال تحسب له هذاك؟ هذاك 10 دراهم 10 دراهم شي حاجة غالية يعني كنجيبوهم تبارك الله وعاود كذلك منتوجات ديال طبوكا وكاين هذوك سميتو من يصلح حالك بغيت نعرف هذاك نديرو فيه السكر ولا الخبز كلشي بزاف كيحافظ الماكلة ديال الرطوبة باش ما شحال الرطوبة ونسبة ديال الحشرات وكذا ما يكيفاش عليه وبزاف ديال الحوايج ولكن اخويا شوف ها هي هاي هذه هي واش المرمز ولا الخروب هذا؟ هذيك مرمز هذيك مرمز مرمز احسن حاجة والله الا الريحة ديالها لا تعرف احسن حاجة يا سلام يا سلام هذه بشحال تحسب لها الكيلو؟ هذيك ديال 40 درهم 40 درهم الكيلو تبارك الله هذه مرمز وهاي هاي الشيشة ها هي هذاك ديال الدرا هذا ديال الدرا درا بلدي وهذا بركوكش ديال العشوب بركوكش ديال العشوب هذا الدرا الطحين ديالو الطحين ديال الدرا بلدي هذاك تبارك الله ها انتم شوفوا زرعتي كتان زرعت هذا شنو هو هذا؟ انجبار انجبار الناس كتدور عليه انجبار هو هذا تخرب هذا واش هذا؟ هذاك العجينه ديال الكرموس والقرقاع وكل شيء شحال تحسب لها؟ هذيك دير 20 درهم 20 درهم 20 درهم زرعت الكتان وهذا شنو هو؟ بركوكش بالعشوب بركوكش ديال العشوب تبارك الله قرقاع اللهم بارك الكسكاس ياك كسكاس هذا صار فوار كسكاس ديال الطعام وبزاف تبارك الله وما نساوش العشوب سير ها دابا شوف العشوب تبارك الله الاختصاص ديالك العشوب داك الشيء دايز الكلام تبارك الله اللهم بارك شنو هذا؟ من الريوة تامر الريوت تامر الريوت هذا العرعر لا تبارك الله وهذا الزيت ديالو لا ازير ديال ازير تبارك الله اللهم بارك ها هو اللي خصو العشوب ها هو يجي عند عمي محمد ها هو الحانوت ديالو ما دارولكمش الرقم ارقام ما داروش مازال عام ها زعفران الحر اللهم بارك وزيد في ذلك هذه هي الاجواء ديال التفوغات كما كتلاحظوا راهم نقلوهم هنايا هذا المكان باش تشوفوا الاجواء السلام عليكم تبارك الله عليك الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله عليك كل شيء عليك مزيان امور هانيه بارك الشيء بخير الحمد لله سيدي مبروك عليكم اخويا التنقل هنايا تبارك الله سال البلاصه هذه مزيانه يعني ماشي يعني بالسيكيريتي الله يحفظك اخويا الحمد لله مرحبا اخويا تفضل ها العشوب تبارك الله اللهم بارك ها الزيتون شحال ديال الكيلو؟ الزيتون 25 درهم 25 درهم تبارك الله اللهم بارك وشفنا طبيعي ديال البلاد الله يبارك وشفنا مجموعه من المنتوجات تبارك الله محليه وشفنا الشيشة الزميطة شفنا تبارك الله هذا الشيء هذا هائل ما شاء الله اللهم بارك المرمز هذا هو المرمز اخويا هايا كاينه هايا الزميطة نعم كاينه الشيشة ديالو كاينه هذه حنا كنسميوهم غدورة كتجي مع اللبن تبارك الله كاين النبق مطحون النبق مطحون كاين الدرا مطحونة الدرا زيد كاين بركوكش بالاعشاب بركوكش بالاعشاب كاين هذا زامبو
هذا فيه 44 عشبه اللي 24 عشبه تبارك الله. كاين البكوكش ديال الزرع، كاين هذا ديال القمح. اسمح لي هذا بشحال الكيلو؟ هذا كدير 40 درهم. 40 درهم الكيلو. الناس اللي كتسول على الزميطه ها هي ب 40 درهم. 40 درهم وكاين الشاشه ديال الملوز 40 درهم تبارك الله. وشفنا اللوز هنايا تبارك الله يبان ليه جوده. هاد المنتوجات هذه ديال البلاد؟ هذا ديال سميتو ديال ريسلان السوق لحد ريسلان. كاين هذا ديال 12000 12000 كاين هذا ديال 11000 وكاينه ماركونا. ماركونا راه معروفه عليه بالماكله فهمت؟ حاجه زينه هي الطوب ديال الطوب يعني ديال تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله. كاين العسل الحره كاين املو نشوفوا العسل والزيوت تبارك الله كل شيء موجود ما شاء الله. املو ها هو املو هنا كنعملو شحال تحسب له؟ عملو كيدير 20000 باللوز واركان والعسل الحره. تبارك الله. وكاين العسل ديال الدغموس. لا هذا شنو؟ هذه ديال الاعشاب. اعشاب شحال؟ هذه دير 20000 الكيلو. وهذه؟ كاينه ديال الدغموس دايره 40000. 40000 وهذه تقريبا بحال هكا؟ بحال هذه. كاين هذه ديال كليمونتين دايره 100 درهم. 100 درهم. وشفنا هذا العسل؟ هذا السمن. السمن ديال البقري. يا البقري تبارك الله. وهذا بشحال فيها نص كيلو؟ فيها نص كيلو ب 75 درهم. 75 درهم. هذه فيها 300 وشي حاجه 50 درهم. 50 درهم تبارك الله تبارك الله. هذه تسمى حايلة ولا كيفاش؟ هذه حايلة تقريبا عندها واحد العام ونص. ها قول لك الريحة ديالها. الحوايج هذو ديال هذو ديال الخبزة تبارك الله منتوجات محلية ما شاء الله الصناعة التقليدية تبارك الله. اللهم بارك. كاين هذا القرنفل هذا نشوف القرنفل حايلة قرنفل هذا قرنفل ما شاء الله. ها هو القرنفل شحال تحسب له هذا الكيلو؟ هذا كيدير 150 درهم الكيلو معروف. 150 درهم الكيلو. الريحه ديالو اش كيدير؟ الله 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 لا كاين 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 الجوده تبارك الله. اللهم بارك. كاين المكابعه وكاين المكابعه اللي يسمى فوقانيين على حساب الخبز وكاين تبارك الله. دير فيهم الخبز ها هما ديال الخبز وهما ديال الديكور اللي تحطهم هكذا مزيان. اللهم بارك. وري لهم هذا الشيء من كاين هادو من الفوق هادوك الطبوقه ديال الخبز ها هما الطواجن عاود كما كتشوفوا الطواجن هنايا لي بلو تبارك الله الاعشاب ما شاء الله. هاد البلاصه هادي ديال البرارد كاين هنايا اللي بغى البراد